اتكلمنا عن ابرز المشاكل، وزي ما قلت في البدايه الوضع كان غير مستقر بقاله يعني 3 4 سنين، ووضع اقتصادي برضو صعب اثر على كل مناحي الحياه. لكن تمام. في المقدمه دايما الاكثر حد بيتضرر السياحه، والسياحه بتجرنا طبعا للاثار، وسواء بقى ان في سيوله في تامين الاثار وبتحصل السرقه، او المتاحف وان ما فيش اقبال وما فيش سياح يعني يبقوا في دخل. فلو افهم بقى الصوره من وزير الاثار، شايف ازاي الوضع وانتوا بتعملوا ايه للتعامل؟ الصوره معي. الحقيقه لو هنتكلم عنها هنلاقيها ان هي شويه فيها صعاب كتير، لان في تحديات. اهم تحدي احنا ممكن اتكلم مع حضرتك على 3 تحديات رئيسيه. اتفضل. اول تحدي هو التمويل، الفلوس. ثاني تحدي هو البيروقراطيه العميقه اللي موجوده. ثالث تحدي الناحيه الامنيه. لو جينا على موضوع الفلوس، وعشان كده هو ببدا بيه لان هو اهم واصعب مشكله. يمكن كثير من الناس ما يعرفوش ان وزاره الاثار تمويل ذاتي. يعني ايه تمويل ذاتي؟ يعني انا ما باخدش من ميزانيه الدوله، مش محطوط على ميزانيه الدوله. طول عمرها كده؟ طول عمرها منذ انشائها. وبالتالي اعتمادي اصلا على دخلي من التذاكر، المتاحف، المناطق الاثريه، مناطق البازارات، المبيعات، منافذ البيع الخاصه ليا، الحفلات اللي بتقام في بعض المناطق المتاح لها، المسموح بها بالاحتفالات في مناطق الاثار، فبالتالي هي دي المصادر بتاعتي. اغلبها طبعا والاساس اللي هو تذكرة الدخول السائح. وفي الظروف اللي فاتت، الأربع سنوات اللي فاتت، السياحة تقريبا كل عارف وقفت، وخاصة السياحة الثقافية. وإن عادت كانت السياحة الشاطئية عادت أو الترفيهية عادت، إلا أن السياحة الثقافية تقريبا ضعيفة جدا، لأن اللي مقبل عليهم الأجانب مش بالزبط. المصريين. ولما أقبل الإقبال بدأ يظهر دلوقتي في آخر سنة. ومش بس كده، ما ننساش أن حد قريب من قريب جدا كان هناك حظر ايضا، ممنوع ما حدش ينزل مصر. كان في حظر، فده برضه عشان كده الناس بيقول لك ايه، انت عملت ايه، الناس ما جاتش للسياحه ليه؟ لا، ما هو في حظر اساسا. عندك ناحيه امنيه ما فيهاش سياحه تيجي، حتى لو انت قلت لهم تعالوا على حسابي، ما هو مش هيجي لانه عنده حظر، ما يقدرش يجي. وبالتالي اما بتبدا يتلغي الحظر والحاله الامنيه تعاد مره اخرى ويبدا الحركه تظهر، مش هيبان لك في يوم وليله، لان عاده وخاصه السائح الاوروبي او الامريكي او الياباني اللي هم القايم عليهم السياحه الثقافيه، مش زي سائح اوروبا الشرقيه بيجي للشاطئ. اما اوروبا الغربيه وامريكا اليابان، دول سياحه ثقافيه، دول بيعدوا للرحله بتاعتهم شهور قبل. فبالتالي اما زادت شويه الحركه، يعني اخر شهر في ديسمبر 2014، أنا بالنسبة لي ده أعلى دخل 25 مليون جنيه في الشهر. بالنسبة لي لما أجي أقارنه بديسمبر 13 كان عندي 13 مليون جنيه. تقريبا زدت الضعف، أكثر من 90%. يبقى هنا في تحسن، هما ملحوظ بدأ يظهر في الأفق. في حركة سياحية. ولكن منتظر بقى على الموسم السياحي القادم اللي بيبدأ عادة من أكتوبر، تبدأ السياحة تتحسن بشكل كبير. فيبقى حضرتك عندك اول تحدي ضعف التمويل نتيجه طبعا للظرف العام اللي بيمر بالبلد. ده بينعكس بقى كده على العاملين، الموظفين، رواتبهم وتطوير او ترميم وما الى اخره. بالظبط. انا وصل دين الوزاره حاليا الى 3.5 مليار جنيه. كم؟ 3.5 مليار جنيه. ده دين الوزاره. دين الوزاره اغلبه طبعا للدوله، لان انا باخد المرتب شهري بالاستدانه من الدوله، من الماليه. كل شهر يعني بطلبها شهريا وبتجيلي شهر بشهر. ويمكن ده السبب اللي في بعض الاحيان بتسمعوا ان مرتب الاثار اتاخر شويه، لان طبعا مش موجود عندي. انا بطلبه من الماليه وبيجيلي. وبالتالي ده عبء في حد ذاته، ان انا دلوقتي كان همي اجيب مرتبات، لكن في نفس الوقت عندي هم اخر، صيانه وترميم الاثار وحمايتها وتنظيفها وتطويرها، ده كان هم اخر. فبنحاول بقدر الامكان بالجهود الذاتيه. دلوقتي احنا بنشتغل بالمرتب، ما عنديش ان انا اجيب خامات اشتغل بيها، ما عنديش صيانات، ما عنديش. وزاره الاثار قبل الثوره طبعا كان وصل دخلها في بعض الاحيان الى 1.3 او 1.5 مليار جنيه. ده معناه كان عندي دخل كبير، كان عندي المرتب 48 مليون جنيه تقريبا. وبالتالي
عندي قرابة مليار جنيه بصرف منها، بحط منها في صندوق العاملين، بعمل رعاية صحية، بحط منها في الترميم، بحط منها في الصيانة، بفتح مشاريع جديدة، بطور متاحف. عندي دلوقتي دخلك كام؟ دلوقتي آخر سنة مالية داخل لي 125 مليون أقل بشوية، يعني 124 وكسر، يعني قرابة 125. ده معناه إيه؟ إن دخل السنة بالكامل يقضيني مرتب شهرين، لأن أنا شهرين مرتبي دلوقتي 48 كمان بتقولي كان ده كان دلوقتي 59 مرتبات زادت 59. ليه؟ لأن إحنا عندنا 7000 موظف زيادة، وعندنا رفع في الأجور ومرتبات، حضرتك عارف الفترة اللي فاتت اللي حصل فيها، فبدأ بقى عندي عبء آخر.